للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود، تصعيد على الأرض في غزة وسائر المدن الفلسطينية واستطلاعات الرأي تشير إلى تعاطف شعوب العالم، كما ظهرت العينة التي أجرتها واشنطن بوست مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين وممارستهم. كيف ترى هذا الأمر وقوة الشعوب في اتخاذ المواقف الواجبة من الدول؟ علينا ألا نستهين بأي شيء بما في ذلك الرأي العام الشعبي على مستوى العالم. هذا عنصر مهم من عناصر الصراع في هذه المعركة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي. جزء كبير من هذه المعركة يدور حول الرأي العام. في بداية العدوان كان الرأي العام تقريبا الرسمي والشعبي منحازا ومتعاطفا مع إسرائيل بسبب الدعاية الكاذبة التي اخترعتها لتسويق روايتها. الآن بعد أن انكشفت الحقيقة وبانت الأمور على طبيعتها وعلى حقيقتها، انحازت الجماهير، جماهير الشعوب في مستوى على مستوى العالم بأسره، انحازت إلى الحقيقة وانحازت إلى الموقف الإنساني. هذا يضاف إلى نجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية ونجاح الجاليات العربية والفلسطينية في كسب الرأي العام الشعبي. الرأي العام الشعبي رأي مؤثر بكل تأكيد، له أثره على مراكز صنع القرار، لكن ربما يأتي هذا التأثير بطيئا نوعا ما، لكنه في النهاية يمكن أن يحقق إلى جانب النشاط الرسمي والحراك الرسمي الذي تقوم به المجموعة العربية والإسلامية والفلسطينية مع الدبلوماسية الفلسطينية، يمكن أن يحقق شيئا ربما كما قلت يكون بطيئا لكنه في النهاية سيكون. إلى أي مدى يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبني على هذه الآراء الشعبية؟ أعلم تماما أن هناك خطوط متوازية للسياسة والدبلوماسية تسير بشكل ربما يختلف، يتقارب في بعض الأحيان ويبعد في أخرى، لكن هل من الممكن استغلال هذه المواقف للشعوب التي يعني ترفض الممارسات الإسرائيلية؟ لدينا في التاريخ نماذج تؤكد أن الشعوب بإمكانها أن تحدث التغيير، والرأي العام الشعبي يمكن أن يحدث التغيير. لو أخذنا مثلا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، هذا النظام كان مدعوما من الحكومات الغربية ومن الإدارة الأمريكية، وعلى مدى عقود لم يسمع أحد لصوت الوطنيين الأفارقة الذين كانوا يعانون من الفصل العنصري. لكن عندما نجح هؤلاء الأفارقة الوطنيون في الوصول إلى الرأي العام الشعبي في أوروبا وفي أمريكا، وفي أمريكا بالذات، واستطاعوا إقناع الرأي العام وتغيير الرأي العام ليتحول لصالح العدل والمنطق والإنصاف والإنسانية، هذا الرأي العام شكل ضغطا على مراكز صنع القرار، على صانع القرار الأمريكي وعلى صانع القرار الأوروبي والغربي. أدى هذا في نهاية المطاف إلى سقوط نظام الفصل العنصري. نعم، الموضوع أخذ وقتا ليس قليلا للوصول إلى هذه الغاية، ولكنه في النهاية حقق المراد. نحن نسير على نفس النهج، نراكم الإنجازات، نراكم الحضور في الرأي العام العالمي، ونراكم أيضا التأثير على مراكز صنع القرار. في النهاية هذه المراكمة ستؤتي نتائج، لكن تحتاج إلى مثابرة أكثر، إلى حضور أكبر، إلى تكثيف للجهد، وإلى تضافر جهود ليس فقط على المستوى الفلسطيني وإنما أيضا على المستوى العربي والإسلامي. نعم، هناك اعتماد قرار لمتابعة أممية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكن ماذا أنتم فاعلون كسلطة فلسطينية في حقن دماء الفلسطينيين، في استمرار مسار المفاوضات، في تقليل حدة الصراع على الأرض؟ نحن نتحرك في إطار المجموعة العربية، لا نتحرك وحدنا. والتأثير المنشود يجب أن يكون من الإدارة الأمريكية، وبالتالي معظم الجهد أو أغلب الجهد الذي يجب أن يبذل يجب أن يوجه إلى الإدارة الأمريكية، وأن نخاطب الإدارة الأمريكية لأنها صاحبة التأثير الأكبر على إسرائيل،
بل على ربما لا أبالغ إذا قلت إن هي صاحبة القرار في استمرار العدوان أو وقف العدوان. وبالتالي من المطلوب الآن مخاطبة الإدارة الأمريكية في إطار المجموعة العربية والإسلامية، ليس باللغة المعتاد، لغة القانون الدولي وقانون لغة السياسة والدبلوماسية والقيم والأخلاق وما إلى وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. الإدارة الأمريكية لا تفهم هذه اللغة، تفهم لغتين فقط، إما لغة القوة، وهذه يعني لا أظن أنه من الوارد الآن الحديث فيها، أو لغة المصالح. وهذه لغة ممكنة لأنها أصلا لغة سلمية، ليست لغة عدائية وليست لغة حربية، هي لغة سلمية مدنية سياسية قانونية، يمكن للدول العربية والإسلامية، للمجموعة العربية والإسلامية أن تتحدث بهذه اللغة. وكثير من المصالح الأمريكية موجودة لدى المجموعة العربية والإسلامية، لماذا لا نتحدث معها بهذه اللغة؟ وهي لغة مؤثرة، وقد سبق أن جربناها وجربها العرب إبان حرب أكتوبر عام 73، وآتت ثمارا وحققت نتائج. هل بإمكاننا أن نفعل ذلك؟ نعم بإمكاننا أن نفعل ذلك إذا أردنا. دكتور محمود، امتلاك الإرادة. نعم، التعاون الذي تتحدث به والمجموعة العربية التي ذكرتها، أيضا الجهود المصرية الثابتة للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته، كيف يكون شكل التعاون فيما هو قادم بين السلطة الفلسطينية لإتمام عمليات التفاوض وإيجاد حل الدولتين ومصلحة الشعب الفلسطيني؟ بدون الوصول إلى هذه النقطة، بدون فتح الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة كباقي شعوب الدنيا، لا يمكن أن يكون هناك سلام، لا يمكن أن يكون هناك تعايش، لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو أمن في المنطقة. نحن كفلسطينيين، كدولة فلسطين، كمنظمة التحرير الفلسطينية، نتعاون مع أشقائنا العرب، مع المجموعة العربية، في إطار مبادرة السلام العربية. نحن قدمنا مبادرة، المجموعة العربية والإسلامية قدمت مبادرة. مبادرة السلام العربية اعتمدت وأصبحت جزءا من الشرعية الدولية عبر قرار مجلس الأمن 15-15. مطلوب ليس الدخول في تفاوض. تفاوض احنا إن 30 سنة نتفاوض، لم يبقى شيء نتفاوض عليه. الآن نحن نتحدث عن تطبيق ما أقرته الشرعية الدولية، تطبيق ما أقره المجتمع الدولي، تطبيق القانون الدولي، بمعنى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وانسحاب إسرائيل من أرض الدولة الفلسطينية التي هي جزء من الوطن الفلسطيني، وليست كل الوطن الفلسطيني، هي جزء من الوطن، ومنظمة التحرير قبلت بقيام الدولة على هذا الجزء. المطلوب الآن أنه المجتمع الدولي يستجيب لمبادرة السلام العربية، يستجيب للقانون الدولي، ويطبق قرارات الشرعية الدولية، ويلزم إسرائيل رغما عنها بتطبيق واحترام الشرعية الدولية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، كنت معي عبر الهاتف.